السلام عليكم اخوت، صباحكم مبروك وفيديو جديد ان شاء الله من سوق اثنين قلعه السراغنه. الله يبارك. فيديو ان شاء الله جديد تاريخ 20/9/2021 الاخوان. غندير لكم الافتتاح بهذا الخرفان ديال السي كمال وخالد. تبارك الله راهم ملاح منورين الثلاثه تبارك الله. شحال اخويا كمال الخير تبارك الله؟ المشرى 100,000 5,000 درهم تبارك الله. كما تشوفوا الاخوان تبارك الله راه 5,000 درهم هاد الزين تبارك الله. وراه كاين التصيله، هذه راه تصيله الاخوان اللي ما تيكونش عارف يشوف هذيك التصيله مدليه تيسحبها حبه ولا شي حاجه، انه هذا هو الدوريجين اللي تيكون عنده هذه مدليه التصيله. 5,000 درهم الاخوان ثلاثه بهم تبارك الله. الله يبارك الله يبارك. عطيني مربع على حسب صاحبي ملاح تبارك الله. هادو دابا راه السوق اليوم بالزين. اش كاين السي موسى؟ كاين حاول يقول لي راه السوق اليوم تباع ب 10 وتباع ب 10. عطيني 10. ولاو هادو بالزين بالزين، الزين في الخروف البدري في الخروف البدري. الله يرحم الوالدين. راه السوق ديال الخروف البدري الاخوان. الله يبارك. بارك الله. هادو هما ديال 120 ان شاء الله 6,000 درهم ان شاء الله في العيد و 5,500 درهم. الله يبارك تبارك الله. تبارك الله الله يبارك. حالة ثمن جبل الواحد. الواحد بحال نقول 35 الان 133 فوق مالف بحال 33 و300 وعطينهم 104 تبارك الله. الله يبارك. بحال الخوت دابا الثمن الواحد بحال 1665 درهم. الله يبارك. بحال 33 و300 ريال. والله يسر اخويا كمال. تحياتي. الله يعاون خويا. شوف اتجاه اخر الخوت. تبارك الله. الله يبارك. السي حسان كي داير اخويا؟ لاباس عليك. الصحة مزيان؟ بخير أودي السيد. شحال هاد العبورات تبارك الله؟ 21 تبارك الله. هاك هو الحوليات كلهم ملاحات كلهم الدمعة تبارك الله. الله يبارك. حوليات ديال الكتيبة الإخوان هادو مشمشات تبارك الله ديال السرح. الله يبارك. 21 1050 درهم. الله يبارك تبارك الله. السي عامر خاصك تنوض يدي مع السي حسن صراحة. هاد الحوليات ملاحات راه عطينا ولا عطي شوية عطي شوية تا هو تيشري المليح وتينقيدو. سي حسن كاين نقي دورة ملاح كل ما ملاح تبغي تشري من عندنا ولا راه عز عليا. السي عامر نوض نعطيه 21 نوض نعطيه 21. السي عامر ياك بخير بعد الصحة مزيان. الله يحفظك ونوض نعطيه 21. السي عامر تفك مع هادو هاهم باغيين ديمرة باغيين ديمرة ياك. الله يسر تبارك الله. لا حوليات نقيات تبارك الله. الله يبارك. 21,000 عيط لي واحد من طاليان يا مستري قال لي مع هذاك السيد كدير تقول لي الزرده اللي راه معرقينا نهار السبت عرقناش والله قال تقول لي الزرده قلت له تجي 1050 درهم الاخوان. الله يبارك. الله يسر لك السي حسن. الله يعاون السي عامر. الله يحفظك يا مصطفى. الله يحفظك. تبارك الله. الله يبارك. اسلي على 20 اليوم. اليوم الخروف قليل. اليوم قلعه السراغنه الخوت البروج البارح كاينه السلعه. اليوم راه السلعه قليله الخوت. يلا شرينا التسعود راه بعناهم الله يسر المولاهم. طاحوا علينا ب 26 و400 دابا باش طيحتهم الخوت 1320 درهم باش طاحوا بعتهم بحال البركه ديال الرباح الله يسر المولاهم. قليل والثمن لو زيد الفلوس على البروج. لا الله يرحم الوالدين. البروج السي تبارك الله ولا تدخل لي سلاعه. الله يبارك. لا حتى هنا سوق كبير ولكن السلعه قليله عندنا هنا اليوم. واه تبارك الله. الله يبارك الخوت. هذه المشرى 1320 درهم بعناها بحال البركه ديال الرباح لحد السيد. الله يسر لي الامور. تحيه للناس الزناده. واحد واحد وتحيه للسي محمد والاخ ديالو وناس الزناده. لا 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 سلعه نقيه احنا راه نشريوها نقاه. الله يبارك تبارك الله. نمشيو لاتجاه اخر الله يسر الامور الله يدير الخير. تبارك الله. الله يبارك. كدير السي الكبير بخير؟ لاباس عليك صحة مزيان. وشحال السلعة تبارك الله؟ بعتيها تباعت؟ باعت. الله يسخر لهم واليها. الثمن شحال السي عبد الكبير؟ 29 28 و800. الله يبارك تبارك الله. كما تشوفوا الاخوان تبارك الله 1440 درهم. سلعة نقية تبارك الله. الله يبارك. شحال من راس السي عبد الكبير؟ 17. دا المعلم صالح يستاهل كل خير. المعلم صالح ولد المداني الله عمر دارو. لا مليحه تبارك الله. المنقيه وهي اللي كاينه بانت لي هنا غنم غليظه وزوينه تبارك الله. الله يبارك. الله يبارك بارك الله. الله يحفظك. والله يسر الامور. الله يسر لكم.
بارك الله يبارك الخوت. السلع اللي شرينا اليوم ان شاء الله هاد العشره، حد العشره مطبوعين تسعود مطبوعين هنا من الدار. هادو بعتهم لحد السيد واحد الكليان ساكن حدانا هنايا في الزناده، الله يسر لي الامور. وعندي حد 8 في الدار غنديهم لي للدار. وهاد السلع الاخرى 30 راس شريتها لحد السيد من الودايه ان شاء الله، ماشي داك السيد اللي شريت لي البارح من البروج، هذا واحد اخر من الودايه تاو ان شاء الله، راه غادي لي بات 30 ان شاء الله، 30 راس. الله يبارك والله يسر لي الامور. تا هو راه شرينا لي شي حاجه راه تنبرعوه ودعا معنا بالخير بالخير. الورد تبارك الله، والعيب والو الحب والو. الورد 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 هذه 30 راس الاخوان، هذه غادي بها لحد السيد ان شاء الله للودايه ان شاء الله اليوم ولا غدا في الصباح نديها نوصلها ليه. وهاد المطبوعين راني بايعهم الخوت، هاد المطبوعين هادو هما ديال 26 و 400 طاحوا عليا ب 26 و 400 1300 اي بعناهم للحاج ان شاء الله. قال قال نجا نجا الزين قال 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 ادخل وسط الغوط، ادخل وسط الغوط برزتو. تبارك الله الله يبارك مليح تبارك الله. خو عثمان شحال هاد الخير تبارك الله، الله يعطيك الصحة. لا ما كاين بزاف الله يحفظك. 34 الاخوان سلعة مليحة الاخوان هادي تبارك الله، الله يبارك تبارك الله. وغنم كلها ديال السرح تبارك الله، مشى مشى تبارك الله. لا المليح تبارك الله، الله يعطيكم الصحة. 34 الاخوان 1700 درهم. شحال من راس عثمان؟ 20 راس تبارك الله، الله يبارك. غنم مليحة الاخوان وثمن مزيان، ثمن زوين تبارك الله، الله يبارك. غنم مليحة تبارك الله. قاعدة شوية اللي قاعدة سيسي خليت لي السعي. بارك بارك تبارك الله الخوت. لا سلعة مليحة تبارك الله، الله يبارك. المرقد ديال الحفات ياك حفات تبارك الله، راه نور الدين ولد ولد الحاج اليماني. اييه تبارك الله، هذاك تيكسب المليحة هذاك السيد تبارك الله، الله يبارك. لا غير مليحة وكلها القرن زين مزوق تبارك الله، الله يبارك تبارك الله. لا الله يعطيك الصحة تبارك الله، الله يبارك. كما تشوفوا الاخوان تبارك الله 34700 درهم 20 راس المليح. المليح الخوت راه نشدوا النيميرو من عند السي عثمان ومرحبا. قولنا النيميرو السي عثمان 056 زيد 30 زيد 79 زيد 67. ها النمره الاخوان تباعت لنا الله يسخر، ما تباعش راه يتقدم معاه في الثمن اللي بغاه، راه مرحبا راه سلعه مليحه تبارك الله، الله يبارك. مليح تبارك الله الخوت. الله يسر اخو عثمان، الله يعاون. شو الاتجاه اخو؟ الله الله يبارك. شحال اخويا الرحال هذا الخير تبارك الله؟ 29 المشرال الله يحفظك تبارك الله. كما تشوفوا الاخوان تبارك الله 29 1450 درهم، الله يبارك تبارك الله. شحال من راس هذو؟ 8. شحال من راس هذو؟ 7. تبارك الله، الله يبارك. ما كاين لا حبوب لا والو، الله يحفظك. 1450 درهم الاخوان 29، الله يبارك والله يسر ليك. الله يعاون خويا تبارك الله، الله يبارك الخوت. شحال المر ديال الخير؟ هذاك 19 19000 تبارك الله. كما تشوفوا الاخوان تبارك الله 19950 درهم، هادو مشمشات الاخوان الله يبارك. عبورات ولاد السيب وقفه تبارك الله، الله يبارك. وتحيه الناس ولاد السيب وقفه الله يبارك. 19000 ريال الاخوان 1950 درهم، الله يبارك. والله يسر لكم الخوت. السي احمد كي داير اخويا؟ بخير الله يحفظك. وشحال هاد العبورات تبارك الله؟ 13500 الله يعطيك الصحة تبارك الله. كما تشوفوا الاخوان تبارك الله 13500 675 درهم ديال الكسيبة هادو ياك، العلف اللي بغى يعلف اللي بغى يعلف عطاونا فيهم 500 في الراس. مزيانة العلف اللي بغى يعلف القزاب كل شيء القزاب العلف والكسيبة تبارك الله، الله يبارك. والله إلا كلها زينة. 675 درهم الاخوان 13500 675 درهم، الله يبارك تبارك الله. والله يسر لك السي احمد، الله يعاون خويا.
بارك الله، الله يبارك. السي عامر راك عشاق، الله يعطيك الصحة. ها هادو خديتيهم السي عامر؟ خديتهم. شحال خديتيهم السي عامر؟ 20 و700. 20 و700 الله يحفظك. ديتهم على السي حسن نيت؟ ديناهم العدد هذا راك السي حسن. اي الله يكرمك. السلعة مليحة ونا نور. 20 و700 الاخوان، تبارك الله، الله يبارك، الله يبارك. 1035 درهم. ملاحة ديال الكسيبة ديال اللي يديروا نعاج ملاح إن شاء الله. توا بالتوام إن شاء الله. اللهم امين ودي السمستر. الله يسر لك السي عامر. الله يعاون خويا. اللهم امين السمستر. بارك الله، الله يبارك. خويا حسن شحال هاد الخير تبارك الله؟ 19 مليح مليح تبارك الله، الله يبارك، الله يبارك الخوت. وغنختموا لكم هذا الفيديو إن شاء الله، والله يسر الأمور، الله يدير الخير الخوت. تحياتي للإخوان داخل الوطن وخارج الوطن. بارك الله، الله يبارك. 19 ياك؟ المعطاة 19 900 درهم على الإخوان، 950 درهم، 19000 ريال. المليح تبارك الله، والورد، الورد تبارك الله ديال الحولية، الله يبارك. 10 هما؟ ها؟ سعود سعود سعود، الله يحفظك، تبارك الله، الله يبارك. الله ييسر الأمور، الله يدير الخير الخوت. بارك الله. مليح تبارك الله. الله ييسر الأمور. الله يعاون خويا.